طلابي حبايبي بتوع تالته ثانوي مش طلابي بس يعني يعني اي حد كمان بياخد كورس في اللغه الايطاليه بيبتدي من الصفر خالص الدرس دوت مهم جدا ان احنا نعرفه يعني مثلا اللي بيبتدي خالص ليفالو ا و او دلوقتي كمان دخلنا في اولى اعدادي يعني اولى اعدادي اولى ثانوي تانيه ثانوي تالته ثانوي الدرس ده مهم جدا ان احنا نعرفه هو مش درس كامل هو بنمهد كده جزء في المنهج تمام طيب الدرس ده بيكون ايه بيكون من إيه؟ إيه الاسماء مهم جدا ان انا اعرف نوع الاسم كويس جدا عشان اداه التعريف اداه النكره الاشاره احدد الفاعل والمفعول تمام فده مهم جدا ان انا اقدر آه لازم اعرف احدده طيب نبتدي مع بعض كده بسرعه مش هطول عليكم يعني مي اللي هي الاسماء ان او تكون كيف che finiscono con la او اللي هو بينتهي كلها أو, او ان ا ان ا او انو مين احنا عندنا نوعين من الاسماء الاسماء المنتظمه بتنتهي او او ا والاسماء الشاذة اللي بتنتهي ان هناخد بس جزء بسيط كده وبعد كده هكمل لكم طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا انو ان او اي ان ا اللي بياخد كورس لغه ايطاليه مش نقعد نقول بقى جمع مفرد لا سينغولاري بيكون معظم الكلام إيطالي سينغولاري يعني مفرد بلورالي يعني جمع ماسكيلي مذكر فيمينيلي مؤنث طيب هناخد لابليما لترا ناخد أول حرف اللي هو لا أو عندي هنا اللي بينتهي يكون سينغولاري ماسكيلي بينتهي يكون لترا أو مفرد مذكر بينتهي بالحرف الأو عندي مثلا الجيلاتو IL LIBRO IL GATTO Quindi la lettera O è singolare maschile Ma se vogliamo che sia plurale maschile Andiamo con la I I GELATI I LIBRI I GATTI Plurale maschile Andiamo con la I I GELATI I LIBRI I GATTI Ok? لو انا قلت مثلا في فيميل مفرد مؤنسين تيكون لا لترا ا لا ماكينه لا la لا la في اي لغه احنا بناخدها مهم جدا ان احنا نعرف النطق تمام مش بس الجراماتيكا نفهم كمان النطق لان انتوا كده كده بتتعلموا لغه يعني فكروا كده ان انتوا هتاخدوا السنه دي ست سنين لغه ايطاليه من اول أول اعدادي لحد ثلاثة ثانوي هتطلعوا وانتوا عارفين اللغه كويس جدا يدوبك تقدموا في اي كورس وتقدروا تكملوا لو دخلتوا ألسن لو عاوزين تبقوا مترجم يعني اللغه هتبقى حلوه معاكم ست سنين مش قليلين ان احنا نعرف تفاصيل اللغه كلها فننطق كويس بالنسبه للالفابيت ويطلع يعني انا كنت عامله لكم فيديو بنطق الحروف هبقى احط لكم اللينك بتاعه عشان تشوفوه كويس جدا طيب احنا قلنا سينجولار فيمينيلي ينتهي يكون آه لا ا مفرد مؤنث لا ماكينا La penna, la bambina. A usag mahom ha kuno plurale femminile hinti kun la lettera E. Le macchine, le penne, le bambine. Rolta gbira, la P ma la B mahadisci oli le penne le penne. P, la P come pizza, P, le penne. Toyo, in o. Il asme e le pentecchie con la lettera o di solito sono maschili adatto a un bicunomo I nomi in A, l'asme in A, di solito sono femminili adatto a un bicunome annas, mufrataban, o a, mufrataban, toi. La maggior parte dei nomi ha solo la forma al femminile o la forma al maschile. معظم الكلمات الاسماء عندهم الشكل الفيمينيلي او الشكل المسكيلي alcuni nomi di solito riferiti a persone شويه اسماء يعني عاده بيكونوا متوجهين لاشخاص possono avere sia il maschile che il femminile يعني ممكن يكون عندهم المذكر او المؤنث يعني ايه يعني لو انا قلت la ragazza La ragazza la ragazza tente la con la a. Può dirlo a muzakaru? A dirlo il ragazzo. La ragazza il ragazzo. Toj, ta' meno? Toyo. Ta' non ba i nomi e le con la e di l'asma e shazer macmo attagna. kuno olna singolare au plurale. Singolare hainte hi daiman con la e. Wil plurale hainte hi daiman con la i. I yani, singolare maschile o mufrad, muffrad musacca a umoannas ha intehi con la e. Plurale gamma maschile o femminile, ha intehi con la i. Taptalon c'è un ciof le ciof 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 singolare maschile, ciof ciof con la E. Il giornale, il fiore, il bicchiere. حد ممكن يقول لي طب انا ممكن اتلخبط والاي ديت ممكن تكون جمع مؤنث لا ما احنا هناخد بقى ما الكلمات اللي لما بتتكرر بيكون عارفين المذكر والمؤنث وبعد كده هناخد درس بتاع اداه التعريف اداه الاشاره ده اللي هيخلينا نعرف نوع الاسم كويس جدا لو بنتكلم على منهج اولى اعدادي او ثانوي تمام لكن بالنسبة للكورسات بقى حاجات كتيرة جدا كتر تكرار الكلام وكتر ما احنا هنذاكر ونكرر الكلام هنكون حافظنا خلاص الفرق بين الكلمات الشاذة عن الكلمات المنتظمة ايل جرن علي فيوري جمعتهم هينتهي يكون لا اي جمع مذكر ايل جرن علي دي اداة تعريف ها؟ اللي قبلها دي اداة تعريف

إنو مين إيه الأسماء اللي بتنتهي يكون لأيه في المجموعة التانية بصنو أسري ممكن يكونوا ماسكيلي أو فيمينيلي زي ما احنا شفنا كده دي صالتو عادة صنو ماسكيلي إنو مين أعلي إيلي توري زي إيه مثلا الأسماء اللي بتنتهي بالمقطع أعلي إيلي أو توري بيكون ماسكيلي مذكر لوستيفالي il vigile l'attore i nomi il sme e le ptentibel sono femminili zaie masalan l'attrice la calcolatrice la lavatrice trice sono femminili i nomi il sme e le ptentibel sono sempre دايما بيكونوا femminili زي مثلا la stazione او la colazione ده كان جزء بسيط جدا من الاسماء عندنا كمان دروس تانية تخص الاسماء بس انا قلت بس اعمل لكم جزء بسيط جدا كده نمهد لكم في اللغة اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي وربنا معاكم